طلاب الصف السابع الكرام، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة العلوم الوحدة السابعة طرائق الفصل والتنقية، والدرس هو ما الطرائق المختلفة لفصل المخاليط الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يفصل المواد الصلبة غير الذائبة في الماء بطريقة الترشيح، يفصل المواد الصلبة الذائبة في الماء بطريقة التبخير، وأخيرا يفسر فصل المخاليط بالترشيح والتبخير بالاعتماد على نظرية الجسيمات. ماذا تعلمنا أعزائي الطلاب في الدروس السابقة؟ تعلمنا أن المواد إما أن تكون نقية أو تكون مخاليط. المواد النقية قد تكون عناصر وقد تكون مركبات. العناصر تتكون من نوع واحد من الذرات، أما المركبات فتتكون من عنصران أو أكثر مترابطة كيميائيا ولا يمكن فصلها دون حدوث تغير كيميائي. أما المخاليط فقد تكون متجانسة مثل المحاليل أو غير متجانسة مثل المخاليط المعلقة. المخاليط المتجانسة عبارة عن مذيب ومذاب غير متحدين كيميائيا ويمكن فصلهم بالتبخير أو التقطير. أما المخاليط غير المتجانسة فتتكون من مادة صلبة لا تذوب في الماء ويمكن فصلها بطريقة سهلة مثل الغربلة أو الترشيح. نشاط افتتاحي في الكتاب المدرسي صفحة 99. لاحظوا معي أعزائي الطلاب الصورة الظاهرة أمامكم وفكروا معي في طريقة تمكننا من فصل حبات الطماطم عن الماء. بالفعل أبنائي الطلاب إنها طريقة الغربلة التي تمكننا من فصل حبات الطماطم عن الماء، ولكن هذه الطريقة أبنائي الطلاب لا يمكن استخدامها لفصل الملح الذائب في الماء. تمهيد في الكتاب المدرسي صفحة 100. كيف نستخدم طريقة الترشيح لفصل مخلوط معلق؟ دعونا أبنائي الطلاب نتذكر خطوات عملية الترشيح. أولاً نطوي ورقة الترشيح بشكل مخروطي. ثانياً نسكب السائل ومحتوياته في ورقة الترشيح، ثم نلاحظ مرور السائل من خلال فتحات ورقة الترشيح، وهذا السائل يسمى الراشح. وأخيراً نلاحظ بقاء العوالق في ورقة الترشيح. وكل هذه الخطوات أبنائي الطلاب واضحة أمامنا في الشكل الظاهر أمامكم الآن. نشاط واحد في الكتاب المدرسي صفحة 100. كيف تزيل الملوثات من الماء؟ إجراءات الأمن والسلامة لهذا النشاط أبنائي الطلاب هي ارتداء القفازات وغسل اليدين جيدا بعد الانتهاء من هذا النشاط. دعونا نشاهد هذا الفيديو أحبائي الطلاب لنتعرف على طريقة إزالة الملوثات من الماء. لدينا هنا كمية من الرمل، كمية من الماء، ورقة ترشيح، قمع ودورق مخروطي. نقوم بوضع كمية من الرمل في الماء مع التقليب الجيد، ثم نقوم بإعداد ورقة الترشيح كما تعلمنا سابقا أبنائي الطلاب بهذه الطريقة، ثم نضع ورقة الترشيح في القمع، ونضع القمع وبه ورقة الترشيح في الدورق المخروطي. الآن نقوم بسكب كمية من المخلوط المعلق من الماء والرمل في ورقة الترشيح ونلاحظ ما يحدث. نلاحظ مرور الماء فقط إلى الدورق المخروطي وبقاء الرمل في ورقة الترشيح. إذن أبنائي الطلاب، طريقة الترشيح يمكن استخدامها في فصل المخاليط المعلقة، ومن أمثلة ذلك مخلوط الماء والرمل.
أسئلة المتابعة في الكتاب المدرسي صفحة 100. فسر ما يحدث عندما تتم إضافة الماء والرمل بملوثاته إلى قمع الترشيح. تمنع ورقة الترشيح مرور الرمل من خلالها وتسمح للماء فقط بالمرور. فسر لماذا تمر بعض المواد من خلال ورقة الترشيح وتتوقف مواد أخرى. هذا الأمر أعزائي الطلاب يعتمد على حجم الجسيمات، فإن كانت كبيرة أكبر من حجم فتحات ورقة الترشيح فإنها لن تمر من خلالها، أما لو كانت صغيرة الحجم أصغر من حجم فتحات ورقة الترشيح فإنها ستمر من خلالها. ليس بمقدور ورقة الترشيح أن تزيل الملح الذائب من الماء، فسر ذلك. لأن حجم جسيمات الملح بعد ذوبانه في الماء يكون أصغر من حجم فراغات ورقة الترشيح. هل يمكن إزالة مواد صلبة غير ذائبة في الماء باستخدام عملية الترشيح أم لا؟ وضح إجابتك. نعم يمكن ذلك إذا كان حجم الجسيمات أكبر من حجم فراغات ورقة الترشيح. استخدم فكرة أن المواد مكونة من جسيمات لتفسر بالرسم كيف تعمل عملية الترشيح. في هذا الرسم أعزائي الطلاب نلاحظ أن جزيئات الماء باللون الأزرق أصغر من فتحات ورقة الترشيح ولذلك تمر من خلالها، بينما حبات الرمل باللون البني أكبر من فتحات ورقة الترشيح وبالتالي لا تمر من خلالها وتحتجز في ورقة الترشيح. ماذا تعلمنا أعزائي الطلاب من النشاط السابق؟ تعلمنا أنه يمكن فصل الملوثات غير الذائبة في الماء باستخدام عملية الترشيح. نشاط 2 في الكتاب المدرسي صفحة 101، كيف تفصل الملح من الماء؟ إجراءات الأمن والسلامة لهذا النشاط هي ارتداء القفازات الحرارية، تجنب لمس السخان الكهربائي، وتجنب لمس الوعاء المحتوي على الماء المغلي. في هذا الفيديو أبنائي الطلاب لدينا كمية من الملح، كمية من الماء، طبق زجاجي صغير، سخان كهربائي. نقوم بإضافة كمية من الملح إلى الماء مع التقليب للحصول على محلول ملحي، ثم نقوم بسكب كمية قليلة من هذا المحلول الملحي في الطبق الزجاجي الصغير. نضع وعاء به ماء على السخان الكهربائي حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم نقوم بوضع الطبق الزجاجي الصغير على هذا الوعاء. والفكرة هنا أبنائي الطلاب هي الوصول إلى تبخر الماء من المحلول الملحي في الطبق الزجاجي بمساعدة البخار المتصاعد من الماء في الوعاء الزجاجي في الأسفل. نلاحظ هنا أبنائي الطلاب وبعد تبخر الماء من المحلول الملحي أن المتبقي هو الملح فقط، ونلاحظ هنا أن حبات الملح المتبقية مختلفة في الحجم عن حبات الملح المضافة إلى الماء عند تكوين المحلول الملحي في بداية التجربة. أسئلة المتابعة في الكتاب المدرسي صفحة 101 و102. اذكر حالة الماء وحالة الملح عند درجة حرارة الغرفة. الماء أبنائي الطلاب في الحالة السائلة، أما الملح فكان في الحالة الصلبة. صف ما حدث للماء عندما تم تسخينه إلى درجة حرارة مقدارها 100 درجة مئوية. بدأ الماء بالغليان، ونلاحظ هنا أبنائي الطلاب تكون الفقاعات التي تعد دليلا على بداية الغليان وبداية تبخر الماء. صف ما حدث للملح عندما تم تسخينه إلى درجة حرارة مقدارها 100 درجة مئوية. بقي الملح في حالته الصلبة.
استخدم النموذج الجسيمي لوصف محلول الماء والملح. في هذه الصورة أعزائي الطلاب نلاحظ جسيمات الماء باللون الأزرق وجسيمات الملح باللون البني، ونلاحظ أن جسيمات الملح منتشرة بين جسيمات الماء. السؤال التالي: استخدم النموذج الجسيمي لوصف ما بقي من المحلول بعد تبخر الماء منه. في هذه الصورة أحبائي الطلاب وبعد تبخر الماء نلاحظ تكون بلورات الملح، وهي عبارة عن حبيبات كبيرة من جسيمات الملح. تكون بلورات الملح أكبر حجما مما هي عليه عندما تكون حبيبات صغيرة في المحلول. استخدم نظرية الجسيمات لتفسير حدوث ذلك. أبنائي الطلاب، إذا احتوى المحلول على حبيبات صغيرة تتجمع جسيمات الملح حولها وتشكل بلورات أكبر، وفي حالة عدم وجود حبيبات لن يتجمع أي شيء حول الملح، وبالتالي فإنه يشكل بلورات أصغر. ملخص الدرس: تعلمنا أعزائي الطلاب في هذا الدرس أن طريقة الترشيح تستخدم لفصل المواد الصلبة غير الذائبة في الماء عن الماء. تعلمنا أيضا أن الراشح يتكون عندما يكون حجم جسيمات المادة أصغر من حجم فراغات ورقة الترشيح. تعلمنا أنه يمكن فصل المواد الصلبة الذائبة في الماء بطريقة التبخير، حيث يتبخر الماء وتبقى المادة الصلبة. وأخيرا أحبائي، تعلمنا أن البلورات تتكون بعد تبخر الماء بسبب تقارب حبيبات المادة الصلبة. التقويم في الكتاب المدرسي صفحة 104: عند إضافة مادة صلبة مسحوقة إلى الماء تختفي عند تحريك المخلوط. اذكر المصطلح العلمي الذي يصف المادة الصلبة المسحوقة في المحلول. بالفعل إنها المذاب. أحسنتم أبنائي الطلاب. السؤال التالي: ما اسم العملية التي يمكن من خلالها استعادة المادة الصلبة المسحوقة من المادة السائلة؟ بالفعل إنها عملية التبخير. سمي أجزاء مخطط تجربة الترشيح المبينة بالشكل المقابل. هنا أحبائي الطلاب نجد المادة الصلبة، وهذا هو قمع الترشيح، هذا هو الدورق المخروطي، والمادة التي تتجمع في الدورق المخروطي هي ما هي أحبائي الطلاب؟ بالفعل إنها الراشح. يذوب السكر في الماء. استخدم نظرية الجسيمات لتفسر لماذا لا تصلح عملية الترشيح لفصل السكر من الماء. يمكننا أبنائي الطلاب اعتبار ذوبان السكر في الماء كذوبان الملح في الماء، كلاهما كون محلولا. نلاحظ هنا في هذه الصورة أن جسيمات الماء مشار إليها باللون الأزرق، جسيمات السكر مشار إليها باللون البني. نلاحظ أن كل من جسيمات الماء وجسيمات السكر سوف تمر من خلال ورقة الترشيح، وبالتالي ورقة الترشيح لن تحتجز أي منهما، وبالتالي هذه الطريقة طريقة الترشيح لا يمكن استخدامها في فصل محلول من الماء والسكر. أبنائي الطلاب، في نهاية هذا الدرس أتمنى أن أكون قد وفقت في شرحه على الوجه الأمثل، مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.